أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص. نحن في عدد اليوم متواجدين بسفارة الجمهورية الصحراوية الغربية بالجزائر في ضيافة سعادة سفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر للحديث عن آخر التطورات والمستجدات الحاصلة في الصحراء الغربية، خاصة مع خرق قرار وقف إطلاق النار من طرف النظام المغربي. ونتحدث أيضا في هذا اللقاء على الموقف الثابت للجزائر واستنكارها الشديد لهذه الخطوة من طرف المخزن. إذن بداية أشكرك سعادة السفير على حسن الاستقبال، وشكرا جزيلا لكم لتلبية دعوة البرنامج. مرحبا بكم في سفارتنا وعلى اهتمامكم تغطية هذه التطورات الأخيرة. طيب، لو نبدأ النقاش من الساحة في الصحراء الغربية، ما هي آخر المستجدات والتطورات، خاصة بعد إعلان رئيس الصحراوي انتهاء قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه سنة 91 900 وألف؟ تفضل. والله هذا تطور في غاية الأهمية، لأنه سينهي هذا الوضع الذي ابتدأناه من سنة 1991 ودام ل 29 سنة. نعم. إذن ستطوى صفحة كانت يطبعها وقف إطلاق النار ومحاولة تنفيذ خطة السلام. النظام المغربي وضع حد لهذه المرحلة بإقدامه على تجاوز الحزام الدفاعي ومهاجمة المدنيين المسالمين المعتصمين بثغرة القرقرات وإطلاقه النار، وبطبيعة الحال الجيش الصحراوي تدخل لإنقاذ أرواح الأبرياء هناك، وبهذا نكون قد انتقلنا إلى الحرب مجددا. ويوم أمس كانت فيه على طول حزام الدفاعي قصف متواصل لمواقع تواجدات القوات المغربية، وهذه بداية فقط تدشن لمرحلة جديدة. المسؤول الأول والأخير عنها النظام المغربي وتفريط وتقاعس الأمم المتحدة. طيب سعادة السفير، كيف تصفون ربما خرق الجيش المغربي لهذا القرار اللي هو وقف إطلاق النار، خاصة في هذه الفترة بمنطقة القرقرات؟ طيب ما الغاية من هذه الخطوة من طرف النظام المغربي؟ النظام المغربي يريد فرض الأمر الواقع. الأمر الواقع أي الاحتلال المغربي والتسليم باحتلاله للصحراء الغربية كوضع نهائي، هذا هو ما يريد وما عمل عليه، وتملص من كل المرجعيات المحددة للنزاع كقضية تصفية استعمار، وتصرف وكأنه هذا إقليم تابع له كأحد ولايات المعترف بها للنظام المغربي. وهذا ظهر في سلوكه عندما عرقل المفاوضات وعطل تعيين مبعوث الشخصي لمدة سنة ونصف، وجلب قنصليات لتفتح في المناطق المحتلة، وعقد صفقات لنهب الثروات الصحراوية، ويعني يتصرف كأنه طيب هو سعادة المالك. السفير، كيف تصفون هذا التماطل ربما في إرسال مبعوث أممي؟ أنتم قلتم ربما عام ونصف لم يتم إرسال مبعوث أممي، هل ربما الكثير يتساءل اليوم هل ذاق الشعب الصحراوي درعا من خلال هذا التماطل، لهذا خرج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقه في تقرير مصيره؟ بطبيعة الحال أنا عددت الظواهر والمواقف التي عبر من خلالها النظام المغربي أنه لا يلتزم إطلاقا بخطة التسوية، وأنه كان آخر ما تبقى منها هو وقف إطلاق النار، وأراد هو أن يعطي ويفرض تأويله وتفسيره لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبالتالي خرج منتهكا لهذه الاتفاقية وبدأ يعد لإعداد حزام دفاعي آخر، وهذا أمام مرأى المنورسو. إذن هو يريد أن لا يترك أي خيار للصحراويين إلا إما التسليم بواقع الاحتلال والاستعمار بالطريقة التي يراها النظام المغربي بعيدا عن خطة التسوية، أو التيه في الصحاري
والتشريد واللجوء إلى الأبد، لم يترك، وهذا طال لمدة 29 سنة، والصحراويين ينتظرون تتغير في هذه السنة، في السنة الجاية، في 4 سنوات، 5 سنوات، لا شيء. وكلما ظنوا أن الأمر الحل يقترب وإذا به يبتعد، وبالتالي هو أراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع وينتهك أمام العالم، القانون الدولي، أمام الجميع وأمام المرأة ومسمع. والآن على المجتمع الدولي أن يرد ويتحمل المسؤولية، لأن النظام المغربي أعادنا إلى المربع الأول. إذن هذه هي طيب، بما أنه تحدث عن تماطل وأن النظام المغربي عاد الشعب الصحراوي إلى الموقع الأول، طيب في رأيك البعض يقول أنه ربما النظام المغربي ينتهج نفس سياسة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على القضية الصحراوية. تفضل. بطبيعة الحال هو تلميذ يعني خاضع للتجارب الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بناء الأحزمة الدفاعية هذه هو موجودة عنده، تحويل القنصليات والسفارات من مكان إلى آخر هذا هو يطبق فيها، يعني محاولة شراء الذمام بالوعود الاقتصادية والمشاريع وكذا وتبديلها بما هذا يعني هو يمارس فيها. المماطلات وإطالة الوقت وإفراغ المخططات من محتواها هذه ممارسات إسرائيل. هو ينفذ يعني بالخطة والتجربة الإسرائيلية بحذافرها في الصحراء الغربية، وعلاقته معروفة به، ولكن إن شاء الله يعني مآلها الفشل، لأنها لا تستند على الشرعية، وأن الشعب الصحراوي موحد ومجمع ومصر على مواصلة كفاح. حتى أن النظام المغربي اليوم يرفض في كل مرة الاستفتاء الحر في الإقليم المتنازع عليه، طيب برأيكم لماذا النظام المغربي يرفض هذا الاستفتاء؟ هل هو ربما استفتاء يعني بالضرورة الخوف من ظهور الحقيقة من طرف الشعب الصحراوي؟ بطبيعة الحال وهذا الموقف هو نفسه يفند الدعاية المغربية، لأن النظام المغربي يدعي أنهم الصحراويين موجودين وموجودين في الهيئات المنتخبة، وأنها أكثريتهم موجودة يعني تحت إدارته، وأنهم رادون، ونحن نقول ما شاء الله، يعني هنيئا لك إذا كان ما تقوله صحيح، فلنترك العالم يشهد وليرى كيف سيعبرونهم عن إرادتهم، وجبهة البوليساريو ملتزمة بالنتائج التي ستصدر عن هذا الاستفتاء. ولكن هو يعرف أكثر من غيره بأنهم الصحراويون يرفضون تواجده بقوة. تتحدث عن الحكم الذاتي؟ لا تحدث، حتى يعني هو خوفه من الاستفتاء، أنه إذا قبل الاستفتاء فمعنى هذا أنه قبل بالاستقلال، هذا هو، بالتالي هو يعرقل. لو أنه هو مقتنع أنه سيكون لصالحه لا قام بتنظيم الاستفتاء في يوم واحد وأنهى المشكل. إذن ما المانع؟ يعني المانع هو قناعته بأنهم الصحراويون يرفضون الاحتلال المغربي ويطالبون بالاستقلال، هذا هو السبب. طيب لماذا في كل مرة النظام المغربي يعرض على الصحراويين ربما الحكم الذاتي؟ ما رفضته الأخيرة مع الإدارة الإسبانية في كثير من المرات في حقبة مضت في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات. هو في الحقيقة هذه تجارب استعمارية، لما ندرس تاريخ الدول الاستعمارية يتبدأ في البداية بنكران كل شيء، وصف الثوار وكذا بأنهم قطع طرق وبأنهم يعني فلاقة أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك يقول نعم ربما نعالج المشكل بحكم ذاتي أو باعتراف بخصوصية معينة إلى آخره، وبعد ذلك ربما يعني نعطي لمنطقة معينة حكم ذاتي أو شيء من هذا القبيل، وهكذا يتدرجون، لأنهم يعني ينطلقون من نكران كل شيء ومرحلة بعد مرحلة حتى يصلوا في النهاية. وهذا معروف في جنوب أفريقيا، معروف حتى هنا يعني في الجزائر وتجربتها مع يعني الاستعمار الفرنسي. والمغرب يعني يتدرج من مرحلة إلى مرحلة طبقا للتطورات التي عرفتها يعني البلدان. هل ترى سعادة السفير بأن مشروع الحكم الذاتي ربما هو التفاف حول تقرير مصير
والحق في الاستقلال من طرف الشعب الصحراوي؟ هو أولا ليس له أي سند شرعي ولا سياسي ليقرر الحكم الذاتي ويقرر غيره، لأن النزاع اليوم النزاع على السيادة، لمن تعود السيادة؟ فإذا امتلك المغرب السيادة فعند ذلك يمكن له أن يقرر حكم ذاته أو غيره، أما إذا لم تكن السيادة له فهو يتصرف وكأنه المالك، والملك هو يفتقده، ولأن الملك للسيادة الصحراوية هي في يد الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي يجب أن يقرر مصيره بكل حرية، مع أنه الشعب الصحراوي قرر مصيره لما أعلنت جبهة البوليساري ممثله الشرعي الوحيد عن إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مستقلة واعترف بها العديد، ولكن نزولا عند رغبة المجتمع الدولي بأن الاستفتاء يشكل حل وسط ما بين الانضمام والاستقلال، فجبهة البوليساري من أجل تسهيل يعني حفظ ماء الوجه للنظام المغربي نقبل الاستفتاء، ولكن هو يعرف هذه النتيجة ويعرقل ولا يريد يعني، واليوم اللي يقبل في الاستفتاء معناها أنه أصبح مستعد للاعتراف بالجمهورية الصحراوية. طيب جميل، لو نتحدث عن منطقة القرقرات، لماذا هذه المنطقة تحديدا تم استهدافها؟ كثير يقول أنها ربما منطقة تبادل تجاري، اليوم موريتانيا ربما تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود، تحدث لنا سعادة السفير على هذه المنطقة. هذه منطقة استراتيجية، المنطقة تقع على الحدود الجنوبية الغربية للصحراء، والنظام المغربي كما هو معروف حدوده البرية كلها مغلقة، وفتح تلك الثغرة في حزام الدفاع، لأن هي فتحت في الحزام الدفاعي الذي كان مغلقا منذ يعني الحرب، وعندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار 1991 لم يكن هناك شيء، وحتى 2001 لا توجد أي ثغرة، وعندما حاول أنه يعبد الطريق في تلك السنة الأمم المتحدة منعته من تعبيد، ولكن هو واصل لأنه يعني يريد أن يصدر من خلالها منتجاته نحو إفريقيا الغربية كلها، ومعروف كذلك أنه المغرب، وهذا ليس دعاية البوليساريو لأنها في خصام مع المغرب، هو أكبر مصدر للقنب الهندي، وهذا باعتراف مكاتب الأمم المتحدة، ويعني لما سدت عليه أوروبا الأبواب أصبح يعني يصدرها من هذه البوابة، بالإضافة إلى نهب الثروات الصحراوية، وأصبحت هذه البوابة هي يعني مصدر للتهريب، وسدها عليه سيحرمه من 20 مليار سنوياً يعني يكتسبها من هذه المادة. إذن وهذا يفسر كذلك لماذا هو لديه بنوك في غرب إفريقيا ولديه مشاريع هي لتبييض الأموال من هذه التجارة، وبالتالي هي تمس حقيقة سياسته تجاه إفريقيا وحتى عائداته الاقتصادية، ولهذا يعني هو لم يمنع باستطاعته، لأن زراعة القنب الهندي موجودة في مئات الآلاف من الهكتارات، وشيء لا يمكن ستره، لا يمكن تغطيته، معروف. طيب جميل، سعادة السفير، اليوم الشعب الصحراوي قال نعم للكفاح المسلح وكفى بهذا الجمود، اليوم الشعب الصحراوي يريد تقرير مصيره والذهاب إلى الاستقلال، ماذا تتوقع سعادة السفير خلال الأيام القادمة؟ نحن نتوقع أنها يعني ستتواصل الحرب، وأنه النظام المغربي سيتكبد خسائر، وستكلفه هذه الحرب إمكانيات باهظة. هل تغيرت المعطيات اليوم ميدانيا مقارنة بحقبة مضت سعادة السفير؟ بطبيعة الحال هناك التطورات التي حدثت، وهناك يعني الأسلحة الجديدة، ولكن يعني الحاسم في كل حرب والأساسي في كل حرب هو مدى قناعة أصحابها وكسبهم الإرادة وعزيمتهم، هذا هو اللي حدد. الأسلحة مهمة ومهمة جدا، ولكن يعني بدون إرادة وبدون قناعة هذه لا تساوي شيء، وميزة الشعب الصحراوي اليوم
هي قوة قناعته وقوة تصميمه، وهذا ظهر منذ أن علم الصحراويون بهذا الخرق، تجاوب يعني كل القدرات الحية الصحراوية لنداء الوطن والتحاقها بصفوف جيش التحرير الشعبي. وسيتذكر، سيندم يعني ملك المغرب وحاشيته على قرارهم هذا بارتكاب هذا الاعتداء، لأنهم يعني سيتلقون الضربات تلو أخرى، ويعني لن يتحملوا طويلا تكاليف هذه الحرب. طيب، بما نتحدث عن الشعب الصحراوي، كيف يصف لنا اليوم سعادة السفير الوضع الداخلي في الصحراء الغربية، خاصة عندما نتحدث عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي؟ هو في الحقيقة الشعب الصحراوي يعيش أوضاع صعبة، هذا يعني بين الشتات وبين يعني المنفى، ومحروم من الموارد الاقتصادية، ويعيش في المناطق المحتلة تحت المضايقات والحصار، ويعني النظام المغربي جلب آلاف البحارة والعمال المغاربة، وجلبوا معهم يعني عدوى الكوفيد 19. في البداية المنطقة كانت خالية من هذا المرض، في اللجوء الصحراويين يعيشون على المساعدات الإنسانية، إذن هي أوضاع صعبة. وكل هذه السنوات كانوا يطالبوا القيادة بضرورة الخروج من هذا الوضع، إما يعني يكرروا شعار الوطن والشهادة، يجب يعني أن ننتقل إلى وضع آخر وننهي مرحلة الانتظار العقيمة التي لم تلد إلا اليأس وإضاعة الوقت وتجبر وغطرسة النظام المغربي. إذن هم يتحملون، هم يعني يقومون بالتضحية، لأنهم ليسوا أصلا لا يهتموا كثيرا بالجانب المادي، لأنهم هذا كان يتمتع لديهم يعني ثرواتهم، وتخلوا عنها مقابل الحرية. ليسوا لاجئين، لا مجاعة ولا كوارث طبيعية، هم لاجئين من أجل قضية التحرير، ووعون بها ووعون بتكلفتها وبضرورة تضحياتها، مستعدين أنهم يتحملوها. طيب، وبالتالي اليوم استجابوا استجابة كبرى يعني نداء قيادة الجبهة للالتحاق. طيب، لو تحدثنا سعادة السفير عن المواقف الدولية فيما يتعلق بهذه الخطوة من طرف النظام المغربي، ستعطيني رأيك، لكن نخرج فاصل قصير مشاهدينا الكرام ولنعود معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لمن التحق بنا للتو، نحن نناقش موضوع خرق النظام المغربي لقرار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية مع سعادة سفير الصحراء الغربية عبد القادر طالب عمر. أهلا بكم سيدي من جديد. لو أعود ونتحدث في النقاش عن موضوع المواقف المتعددة من طرف البلدان العربية والغربية فيما يتعلق بهذه الخطوة التي أقدم عليها النظام المغربي، ألا وهي خرق قرار الذي تم التوقيع عليه عام 91-900-1000، ألا وهو وقف إطلاق النار، ما هو ربما موقفكم وكيف تصفون ربما هذه المواقف من أغلب الدول العربية والغربية؟ تفضل. هو هناك موقف دولي عام يحكمه القانون الدولي، وهذا يعطي للقضية الصحراوية قوة من ناحية الشرعية هائلة. هي سنويا الجمعية العامة المتحدة تدرسها في مجلس الأمن وفي لجنة 24 وفي اللجنة 24 وتؤكد على أنها قضية تصفية استعمار، ويجب أن تتم من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير. هذا يعطيها قوة، وأن المغرب لا سيادة له إطلاقا، وفي المحاكم الدولية والأوروبية تؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب منطقتان مختلفتان ومنفصلتان، ويبطل أي اتفاق يوقعه النظام المغربي مع أي شريك آخر يضم أي جزء من هذه الأراضي. إذن من الناحية القانونية وسياسيا هي تعترف بها الاتحاد الإفريقي
كدولة عضو، والكثير من البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية وفي آسيا، ولها علاقات مع العديد من الأحزاب يعني البرلمانات في أوروبا. إذن هي من الناحية القانونية لا غبار عليها، والمغرب كبلد موجود كبلد محتل. نعم. الجبهة الشعبية معترف بها من خلال اللوائح المتحدة 35 37 ل 1979، وهذا أي باحث في الشبكات المعلوماتية يمكن أن يبحث ويجد يعني هذه القرارات اللي تؤكد أن المغرب قوة احتلال، والجبهة الشعبية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. إذن لا يوجد أي تكليف دولي ليعطي للمغرب حق التواجد إلا أنه يعني قوة محتلة. حتى طيب. في القانون الدولي الآن هو يعني إسبانيا هي القوة المستعمرة. الآن من يسير في فلك النظام المغربي؟ في الأيام هذه ظهرت بعض الإمارات العربية، نعم، في الخليج، في قطر، البحرين، والإمارات يعني هذو فقط، نعم، وهذو بلدان يعني لا رصيد لها، خاصة وأنه الإمارات أقدمت ربما على فتح قنصلية في منطقة نعم العيون. نعم نعم، ولكنها دول لا وزن معنوي ولا وزن تاريخي ولا وزن قانوني، ربما بعد البترودولار الذي لا يمكن أنه يحقق كل شيء. وبعض الدول السائرة في الفلك الفرنسي كذلك تعاني أزمات وستشكل عبء، وهي عبء بالفعل على النظام المغربي وليست يعني دعم أو عامل قوة إضافية، لأنه يعني هو اللي مول فتح القنصليات، وهي للدعاية أكثر مما هي تغيير ميداني. إذن هذا هم اللي ظهروا بشكل واضح مناصرين له، ولكن هذو في إفريقيا يعني 15 قنصلية من 55، نعم، لنسلم في منطقة العيون، يعني لنسلم انه معاه 15 من افريقيا، ولكن بقت 40 دولة يعني لا تعترف للمغرب، والمنظمة الأم تقر بوجود الجمهورية الصحراوية. إذن هذا لا يعطيه قوة. الإمارات وسط يعني العالم كله لا تمثل شيء أبدا سيعطيه قوة أو يغير ميزان القوة. إذن هو لا يتمتع لا بالقوة القانونية ولا بالشرعية ولا بالحقوقية ولا السياسية، وحتى يعني في ميزان قوته يعني بالفعل هو أكثر عدد من الصحراويين، ولكن التجارب السابقة 16 سنة من الحرب، جبهة البوليساريو وجيش التحرير الشعبي الصحراوي أجبروا ملك المغرب أنه يجلس ويوقع يعني معهم على وقف إطلاق النار ويسلم حق تقرير المصير، خلافا لما كان يقول في البداية. هؤلاء يظهر أنهم لا ذاكرة لهم، وأنهم ما زالوا يعني هواة في السياسة، ويعني دفعوا. طيب لماذا هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات سعادة السفير؟ هذه أنا يعني أردها إلى أولا حقيقة هي يعني عدم إدراك العواقب التي ستنتج عنها هذه الخطوة، عدم تقديرها والاستخفاف بالطرف الذي أمامهم، وهذه هي حقيقة يعني مشكلة الاستعماريين دائما، وفي الأخير يندمون. مع الأسف سيتطلب الوقت ويعني تضحيات من الشعب الصحراوي حتى يستوعبوا الدرس. هم يظنون أنه بهذه الغوغاء وهذه الفقاعات الإعلامية وربما يعني مواقف المستعمر السابق الفرنسي أنه هذا سيعطيهم حق، والتفريط طيب. إسبانيا كدولة يعني في عدم تصفية الاستعمار ومرافقتها للتغطية يعني لتشريع الأمر الواقع المغربي، ربما هذا يعطي حسابات للنظام المغربي أنه سيمكن أنه يصنع حلف داعم له لفرض يعني إرادته في المنطقة. طيب. وهذا خطأ كبير
في هذه الحسابات. طيب نذهب للحديث عن موقف الجزائر الثابت في كل مرة فيما يتعلق بالقضايا المحورية، على رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. الجزائر في بيان لها استنكرت استنكارا شديدا هذه الخطوة من طرف النظام المغربي، وطالبت أيضا في بيان لها الأمم المتحدة بإرسال مبعوث خاص للصحراء الغربية ربما لحلحلة الوضع هناك والجلوس إلى طاولة حوار. ما رأيكم سعادة السفير؟ والله احنا هذه فرصة لنشيد ونثمن عاليا موقف الجزائر الدائم والثابت والتي عبرت عنه على مستويات مختلفة، الرئيس عبد المجيد تبون في مستويات مختلفة وأمام العالم، أمام الأمم المتحدة وعدم الانحياز ووزير الخارجية وكل السلطات اللي توجد مناسبة في البرلمان وفي مجلس الأمة يعني والأحزاب. احنا حقيقة مرتاحين جدا لهذا الإجماع الموقف الجزائري، وما الموقف الأخير اللي صدر عن وزارة الخارجية هو يعني كذلك موقف يعني هادف جدا، لأنه استنكر يعني هذا الاعتداء ويعني خرق وقف إطلاق النار في منطقة القرقرات، ودعا إلى يعني تعيين مبعوث شخصي والانطلاق بجدية في يعني المفاوضات واتخاذ إجراءات، وأنها المينورسو والممتحدة تقوم بدورها بدون عراقيل وبدون انحياز. هذا يعني هو الموقف السليم، هذا هو اللي سيدفع إلى تصحيح المسار والدخول بجدية وبإخلاص وبصدق في تطبيق هذه الخطة دون مناورات ودون تزييف. هذا هو ما تبحث عنه جبهة البوليساريو، ولكنها لن تلدغ مرتين من الجحر، يعني المعركة التي انطلقت لن تتوقف إلا يعني بتلبية المطامح الحقيقية للشعب الصحراوي. طيب نعم، لو نذهب إلى الموقف الأمريكي، هناك تصريح من طرف رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس جيمس إنهوف، قال بصريح العبارة أنه وصل الوقت كي يقرر الشعب الصحراوي مصيره، واستنكر أيضا هذا الخرق الأخير من طرف النظام المغربي لوقف إطلاق النار. ما رأيكم سعادة السفير، خاصة وأن الانتخابات الأمريكية المؤخرة شهدت فوز جو بايدن وانتهاء ولاية دونالد ترامب، هل برأيكم يمكن أن تغير الخريطة السياسية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية بمجيء رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية؟ تفضل. لا، احنا نثمن هذا التصريح اللي صدر عن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالكونغرس الأمريكي، لأنه كان واضح ولا غبار عليه، ونتمنى أنه تأخذ بعين الاعتبار باقي المؤسسات الأمريكية. أمريكا اختلفت في مواقفها عن فرنسا، فرنسا انحازت انحياز مطلق للنظام المغربي، أمريكا كانت تحاول دائما أن تدافع عن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأنها يعني الأمم المتحدة تقوم بدور يعني فاعل، وفي فترة معينة حتى انتقدت جمود هذه البعثة وطالبت بتقصير آجال العهدات المينورسو لتصل إلى نتيجة، ومرة أخرى طالبت يعني إيجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان ويعني تحت حكم الديمقراطيين وإعطاء هذه الصلاحية لبعثة المينورسو. نتمنى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية أنها يعني تدافع وتستمر في الدفاع عن المشروعية الدولية. النظام الإسرائيلي عمل جاهدا واللوبي الصهيوني لدفعها لانحياز إلى الطرح المغربي، ولكن يظهر أنه هذا لم يحصل، ولما فشلوا في تغييرها ودفعها لفتح قنصلية دفعوا الإمارات كوكيل للسياسة الإسرائيلية بأنها تفتح يعني قنصلية في المغرب. نعم، أنتم تحدثتم سعادة السفير عن تخاذل ربما أممي من طرف القضية الصحراوية، وأنت طبعا أهل القضية، ربما ما هي الرسالة التي يبعثها اليوم سفير الصحراء الغربية بالجزائر للأمم أو ربما للأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هو الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يخبره بما وقع يوم أمس من انتهاك لوقف إطلاق النار، ويطالبه بأنهم يدينوا ويستنكروا ما أقدم عليه النظام المغربي ويعيدوا الأمور إلى نصابها لتكون المينورسو تقوم بمهمتها الأساسية والتي هي تطبيق تنظيم الاستيطاف في الصحراء الغربية. نعم جميل. طيب في ظل هذه المعطيات التي تحدث عليها سعادة السفير داخليا وخارجيا، ماذا تبقى اليوم في يد البوليزاريو لاسترجاع حق الشعب الصحراوي؟ بوليزاريو يعني 1975 ليس هو بوليزاريو 2000. في البداية كنا بدون تجربة، غير معروفين، ليست لدينا إمكانيات، ولكن اليوم الخبرات، خبرة 45 سنة من الكفاح في مختلف المستويات مع إرادة شعبنا وتعطش للمقاومة والكفاح لاسترجاع حقه هي ضمانة، مع إيجاد حلفاء منتشرين في العالم على رأسهم ثورة أول نوفمبر، شعب المليون ونصف من الشهداء، والحمد لله اللي ليس بعيد هو جارنا، ويعني أبرهن في طيلة هذه السنين أنه ظل ثابت في موقفه، لا يتزعزع مهما كانت تغييرات، ويعني مجيء رئيس وذهاب آخر ومجيء يعني حزب ومجيء أحزاب أخرى، يعني هذا إجماع يعني متأصل في الشعب الجزائري، احنا نحييه ونشيد به بالشعب وبالجيش الشعبي الوطني. نعم. الموقف. سؤال أخير سعادة السفير، الجزائر كما كنت تخوض وتستفيض فيه الحديث معروفة بمواقفها تجاه أو إزاء القضية الصحراوية، من بين المواقف التي بقيت عالقة في ذهنك منذ انطلاق هذا النزاع؟ والله هو دوام واستمرار هذا الموقف دون كلل أو ملل، مهما كانت الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في سنوات ماضية ظلت يعني وفية لهذا المبدأ رغم الضغوط الكثيرة والمتعددة والمحاولات لتغيير الموقف. الجزائر ظلت وفية يعني كما كان شهداءها أوفياء إلى أن وصلوا إلى تحقيق يعني النصر، وهذا هو يعني ثقتنا المطلقة أنه سيكون يعني النتائج النهائية هي النصر، وأنه إحنا يعني سيستفيد من يعني نجاح وانتصار الصحراويين شعوب المنطقة عموما، وبناء على أساس السلم والعدالة والديمقراطية والحرية، وليس الركوع يعني والسجود إلا لله الواحد القهار ولا لمعبود، هذا هو يعني الثقة. نعم. شكرا، شكرا جزيلا لك سعادة السفير على رحابة صدرك وعلى حسن الضيافة لنا هنا بمقر السفارة. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج خاص، ألقاكم في أعداد أخرى، لكم مني أطيب المنى، السلام عليكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سعادة.